متشفر ليه يا ابن مورس؟ متشفر ليه يا عم؟ هو عيدك انت ماسك الريسيفر وبعدين ولا متشفر ولا حاجه. انا بس اصلي طول النهار في الجامعه، انت عارف بقى مكان اكل العيش يا شفشه. طب طلبه بيقول لك فين فلوس البضاعه فالح؟ ما انا كنت اصلا رايح اجيب فلوس البضاعه. انا كنت هجيب فلوس البضاعه دلوقتي، بس انت لو كنت رحت انا كنت هبقى في ضهرك على طول. روح انت. لا في ضهري ولا في بطني. بقول لك ايه، طلبه ببلغك رساله بيقول لك لو الفلوس ما جاتلوش نهايه الاسبوع قول على نفسك انت قالك الرحمن الرحيم. وصلت؟ وصلت يا عم البستاجي. يا عم شني من دماغك، هاتلك باروك احسن. حلوه النهارده يا عم. فتك نيلة ويحزك يا واد. بقول لك يا ام. نعم. انا عايز فلوس يا ام. ما كانش انا عذر يا ضنايا وباع جزر. لا يا ام ما ينفعش كده، انا عايز فلوس، عليا فلوس كتير ولازم ادفعها. منين؟ كان على عيني يا ابني، لو كان معايا والله كنت اديتك. لا يا ام ما ينفعش يا ام، شوفي حته الدبله عندك دهب او اي حاجه قديمه يا ام. الدبله اللي كانت حيلتي بعتها يوم ابوك ما اتضرب حته علقه هناك في القهوه وراح المستشفى. لا ما انا ما ينفعنيش الكلام ده ياما، لازم اقب واغطس ويبقى في ايدي فلوس. ولا اجيب لك منين يا ضنايا؟ انا ما حلتش اللاضه، حتى الجلابيه بقى لها سنه على جتتي ما غيرتهاش. هبيع اي حاجه من الشقه. هبيع ايه؟ ده الحرامي لو دخل هيسيب لنا بدلها يا اخويا فلوس. هبيع انبوبه ياما، هبيع حصيره ياما، هبيع نفسي ياما. ولا اجيب لك منين؟ والله ما حلتي حاجه اهو اهو. يا ساتر يا رب عليك، ما بيصدقش ده ليه؟ انا عارف يا ام انت بتشيل فلوسك فين. ولا قسما عظما لو مديت ايدك لا طهارك. اقول لك على حاجه، والله العظيم يا نسر الشمشم على وش. اسمع يا ام بس، ابعد يا واد من قدام. يا ام خد خدك العرب، يلا غور من قدام غور، مش عايز اشوف وشك هنا خالص. خدت الفلوس اللي كنت شايلها للعيال يوم الزنقه، منك لله يا شيخ منك لله. ارجعهم لك يا ام والله. ولا مش عايزه منك حاجه، يلا فضلوه. يما والله في رقبتي يما، هرجعهم لك. بقول لك قوم من قدام. قوم. كتك البلا فيك وفي ابوك كمان. قول لي بس اللي عمل فيا كده يا ربي، ليه كده بس؟ ايه ده؟ زينة؟ ايه اللي جابك هنا يا زينة؟ تعالى يا طلحة، تعالى مستنياك. مالك يا زينة؟ في ايه؟ طلبة باعت لك رجالته عشان يقفشوك. ايه؟ يا نهار اسود، يا زنتك السودا يا طلعت. اهرب من هنا دغري وما تبانش الليله دي خالص. ما تقلقيش يا زينه، همشي والله همشي. اتصرف يا طلعت وهات الفلوس باي طريقه، لحسن ده ناوي يحبسك بوصل الامانه اللي معايا ويعلقك انت وعيلتك كله. يا لهوي يا وقعتك السودا يا طلعت. يا رب طب اعمل ايه يا زينه؟ يلا يا طلعت اعمل ايه يا رب؟ شوفنا يلا. طيب انا هتصرف يا زينه، انا هتصرف. امشي انت دلوقتي قبل ما حد يشوفنا. هتصرف يا زينه ما تخافيش بقى، يلا. وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده، الهم بقى كتير يا جدعان، كلها تعبانه ومش لاقيه اللي يداويها، كل واحد عنده مشكلته اللي مكفياه. وبعدين يا جدعان، وبعدين اخرتها ايه يعني؟ ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته، مش عارف اخرجه. طب ده ينفع ده؟ ابويا انا؟ ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني، يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله؟ الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص. عايز افهم ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا، اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين. انا عايز افهم، ما حد يفهمني. مش لما نبقى نفهم احنا الاول؟ انا ابويا اتجيت ليه؟ لمصلحه مين ان ابويا يموت؟ كل ده عشان حته كرسي في مجلس الشعب؟ كل ده عشان الفلوس والسلطه والعزوه؟ ايوه طبعا، كل ده عشان الفلوس والسلطه والعزوه. امال انت فاكر يا ابني؟ امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان الفلوس والسلطه اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حته الحشيش وقلت يا واد امشيها بالحلال، وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع، وامشي جنب الحيط. راحت حتة الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحارة من المعلم، مش عارف اعمل ايه.
هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها، عشقة الاصفار ولا حبة الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ ما يسيبولنا بقى. مش عارف اعمل ايه. ما احنا مش ينفع يا جماعه اللي احنا فيه ده. صح يا دكتور، احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق، لازم نجيب فلوس بأي طريقه. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا. ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت، ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حرامية؟ ايه ايه يا عم، انت هتحبسنا عليك يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ لا، عنده حق، معاه حق فعلا. اهو الحرامية في الايام دي هم البهوات، هم كل حاجة. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا يمكن اوافق على العجله دي وما توافقش ليه يا جفل؟ هي خبطه واحده وكل حالنا هيتعدل. مالك؟ لا انا ما عنديش مانع، انا كل اللي خصني في الليله دي الكاشات، كتاكيت. عايز اخرج ابويا من المحنه اللي هو فيها، بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهيه. ما هو ده بقى الكلام، الغلطه في الموضوع ده بفوره. جرايه يا اخوانا، انتوا خلاص بتخططوا لسرقه؟ خلاص بقى انا حراميه؟ ايه الحشاشه الفيستك دي؟ انت ايه رايك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقه. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني في اصحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم، خد تستاهل. ولع السيجاره بقى وابدا الاشاره. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه. يعني انا اهرب من القتل الاقي سرقه؟ استنى بس يا خالد اما نفهم. نفهم ايه؟ يقول لك هنسرق، هنبقى نشالين، هنبقى حراميه. ما تقوم تقولها في الشباك احسن. يا عبيد يا عبيد، انا اعرف الناس بيتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. هي الفيلا دي، بصوا بقى عشان الناس تاخد بالها ونتحبس قبل ما نسرق. ما فيها جناين؟ ايوه يا عم فيها جناين طبعا، وعايش هو ومراته في اوضه في الجنينه دي. الله، ما هو دام عايشين هنا احنا هنسرقها ازاي؟ يا ابني دول شكلهم كبار في السن قوي، نيجي بالليل عنا يوم يا اما ناموا يا اما ماتوا. طب احنا هندخلها ازاي ومنين اصلا؟ بص يا دينا، الحته دي هننط من على السور ده، البواب مش هياخد باله. ولد عليا النعمه اتخلقت عشان تبقى حرام يا دلوقتي. ونقول كل العربيه هنا. بصوا الحاجه هننقلها صالونسي واحده واحده، عمر ما حد في المنطقه دي شفنا. طيب بقول لك ايه يا شقيق، هي الفيلا اللي قدامنا دي يعني الناس اللي فيها مش هيحسوا بالحوارات اللي احنا هنعملها في الليله؟ اصلا ما فيش حد ساكن في الفيلا دي يا ماجد. حلو قوي، عشان الدور الجاي يبقى عليهم برضو. بقول لك ايه، انت تقول لنا بقى شغل الفيلا دي من جوه عامل ازاي عشان اعرف نسرق. اقول لك يا سيدي، تعالوا بس بعيد عن هنا. ها الفيلا دي عباره عن دورين، الدور الارضي ريسبشن. ده رسم مكروك يا جماعه للفيلا كلها عشان نبقى عارفين داخلين منين وخارجين منين، بدل ما نتقفش واحنا جوه وتبقى مصيبه احنا مش ناقصين. هندسه، طب يعني ايه اهم حاجه في الشقه الكروك اللي انا مش فاهم فيه اي حاجه دي ممكن يتسرق؟ طب خد بالك، احنا عايزين ناخد زي ما بيقولوا كل ما قل وزنه وزاد ثمنه، خفاف يعني. انت لو بتتكلم في مجوهرات ولا في فلوس انسي ان هم يكون سايبين الحاجات دي ومسافرين. مفيش مشكله، مفيش مشكله يا اخوان، احنا ممكن ناخد المحمول او الكمبيوتر اللابتوب ده. يعني هيكون سايبين المحمول واللابتوب بتاعهم يعني يا ماجد؟ مفيش مشكله، احنا ممكن ناخد الاجهزه الكهربائيه. انا كده هتلاقي تلفزيون تي في دي، هتلاقي الحاجات دي. هو ده الكلام، احنا نتكلم في ديفيديهات، في تلفزيونات، في البلاي ستيشن، الهوم سيترز، الحاجات دي. ما
مفيش مشكلة، ما نكونوش واخدين الحاجة دي. يا كمان الله، في ايه يا جدعان؟ مالكم؟ هو احنا رايحين نسرق الفيلا دي ولا رايحين نتمنها ونشوف ناقصها ايه؟ يا جدعان اسمعوا مني، الفيلا دي كنز، لو دخلنا جوه ودعبسنا شوية أكيد هنلاقي حاجات حلوة. ها؟ أيوة يا جماعة، الفيلا مليانة، يعني مثلا الكريستالات السينيه، السجاجيد الهاند ميد، التحف الأصلية، اللوحات الكبيرة، كل الحاجات دي موجودة وتجيب فلوس. أيوة بس احنا كده بقى محتاجين عربية عشان نلم فيها الحاجة. عيب عليكم، أنا عندي واحد صاحبي عنده عربية ممكن أخدها منه الكام ساعة دول. اهم حاجه انه ما يبرشطش علينا ويقول عايز يجي معانا ويقسم معانا في القرشين. يا عم ما تقلقش هاخدها منه يا بني جاموس. تفتكر هيرضى؟ يا عم بالطريقه يرضى. طيب لو كده ماشي مفيش مشكله. طالما نركز، ده الباب تمام، وده السلم اللي هيطلع منه. كل المنطقه دي هي اللي فيها الفلوس. يا عم مراسيل مراسيل وعايزك ضروري. في ايه مالك؟ اسكت يا برنس، سرقوني في الجامعة، كانوا ناس ياخدوا الهدمة اللي عليا. نعم يا حبيبي الكلام ده انا ماليش فيه، تقب وتغطس وتجيب لي الفلوس. وانا بقول لك كده عم طلب عشان تقول لي كده، انا بقول لك كده عشان تصبر عليا شوية وانا هجمع الفلوس والله واديهم لك. يا حبيب قلبي دي لو فلوسي اصبر عليك بدل اليوم سنة، لكن دي فلوس ناس. ربنا يكفيك شر حاجة الناس. يا برنس وعهد الله، وعهد الله ما هتصبر عليا كتير. انا خلاص نازل شغل بكره، واول ما انزل شغل هجمع اي فلوس واديها لك اول باول. يا عم شغل ايه بقى، ما تقعدش تفلق دماغي. شغل ايه يا ابو شغل وانت فالح في اي حاجه؟ انت حتى شغلانه الجامعه اللي جات لك كده السبوبه الحلوه دي ضيعتها بغباوتك. والنبي يا برنس ما تقطمني وتجيب لي سيره الجامعه، كفايه اللي حصل لي من وراها. عشان انت غشيم وعبيط وما بتسمعش الكلام. نهايته عايز تشتغل ايه؟ يعني يا برنس هدرب المنتخب، اشتغل كهربائي. كهربائي؟ اه كهربائي، الشغلانه اللي اتفطمت عليها. ومال؟ انا مش هرد لك كلمة، هتشتغل كهربائي ومن بكرة تروح للواد عطية بتاع المعتمدية وتشتغل معاه. تمام. تسلم يا برنس. كهربائي؟ اه وماله كهربائي؟ هو في أحسن من الحلال يا برنس؟ الاستقامة حلوة. أبوس إيدك يا جميل. احتويني يا كبير، خدني تحت جناحك. ولا ولا قوة الا بالله، اعمل بيك ايه بس؟ يا عم ده انت فشلت من اول اسبوع. يا كبير ما انت عارف ان ده مش قاضي، ما انت عارف ان انا كهربائي. انت بقى لا نافع لا كهربائي ولا سرسجي. والنبي يا كبير اقف جنبي، احتويني، علمني، وهتاكل من ورايا الشهد والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعلنا من قطعين الارزاق يا رب. ماشي يا طلعه، يعني اعتبرها اخر مرة. اعتبر لي اخر مرة وهتشوف، هعوضك على كل اللي فات. ماشي انا هنسى اللي فات وهعمل معاك اتفاق جديد. فاكر الواد اللي كان راكب العربية الاسبور اللي جاء على ناصية الحارة عندنا واشترى منك فرش كامل؟ وده ماله ده؟ الواد ده ليه في البودرة طلعت؟ بودرة ايه؟ بقى تستعبط فيها ولا ايه؟ بودرة تلج يا حبيبي، بودرة تسلخات، بودرة يعني هروين، يعني كوك، حاجة تانية خالص. لا وإيه؟ مكسبها أكتر من البن الطاقة 10. ما تكلمه، هو في الجامعة الأمريكية، خليه يدخلك السوق ده. بس يا كبير الموضوع ده كبير. يا عم أنت فيه إيه؟ صدقني يا طلعت، أنت لو دخلت الكار ده صدقني هتعوض كل خسايرك في أقل من أسبوع، وعد الله. لسه صغير يا كبير، ما تشيلنيش مسؤولية أكبر مني. وبعدين بقى طلعت أنا ماليش في اللوكلوك والكلام الكتير. الله، واحد غيري كان زمان دلوقتي علقها بسبب الفلوس اللي عندك، لكن أنا قلت أعمل بأصلي وأقف جنبك لآخر نفس، قلت برضو ابن حتتي. ولا أنت جبان؟ مين اللي جبان يا كبير؟ نخش في الموضوع وبأجمد القلوب. هو ده طلع. ماشي هقوم نتكل على الله. ماشي لسه لي تليفونك يا طلع. سلام يا برنس. مع السلامة يا حبيبي. عملت ايه في الواد ده؟ جاب جاز، انت كان لازم يعني تبعت من اول الانفار مش اللي هو منصور.
لازم ابعته ومرمطه وخليه يسيب في التراب عشان لما يجيلي يجيلي راكع ويسمع كلامي ما يعرضنيش. فاهم يا شفيق؟ يلا انت دلوقتي وبعدين نكمل. ماشي يا كبير. صباح الفل يا سعاده الباشا. ما تقولش يعني. هام ده كلام؟ تسيبيني وتحلقيني يا مدام؟ يا بنت يا الهام انا عايز اعمل حمام. يا دعيب يا عيب صاحبك يا الهام يا مستر باهم. ايه ده؟ شايفين؟ إعلام! ماجد! ماجد عشان الناس! إعلام رد عليا! ماجد! ماجد! إنزليني! استرجلت أنت! بالأدب! من الحرير! إعلام! إيه ده ماجد! يا مات! يا ابني بالأدب! ما في رجل هنا ينزل! إنزليني! إيه ده؟ إنزليني! ماجد! حد جاب إيه؟ إيه ده ماجد! إنزل يا إعلام! ماجد! إنزليني! انزل يا بابا يا مين! انزل يا مين! انزل يا مين! نعزل الجنة نتكلم معاك. جايب عيلتها كلها. ده ما تفرجش على الدهر. راح فين؟ راح فين؟ انا ما بخافش من حد. ايوه عايزين الجنة نتكلم معاهم. بس احنا عندنا في الصعيد بيقولوا ان الجري نص الجدع. ولا غلط! الواد انت ماجد برضو كان لازم تقول يا ماجد. جايبنا يعني تعبانين بس بص خلي لسانك حلو. الناس دي محتاجه سلاح. جيب سلاح يا بقى. خالد! خالد! يا الهام! انزلي! انا جاي اخد حقي. ولا انت تعمل لي فيها مجنون؟ انا هجنن من اهلك. اهلي؟ بقول لك انا جاي اخد حقي. جاي اخدها. تاخد مين يا ابن العبيطه؟ مين الواد ده؟ أنا اللي ماشي مع خطيبتك يا حليتها. أنا اللي ماشي مع خطيبتك يا حليتها. حليتها؟ ما فعتوش الواد ده علي تموت حالا؟ أبوظ الجوازة دي؟ علي تموت؟ تعالوا! يا الهام! يا الهام! والنعمة مجنون برضه مشيت اللي في دماغك وجيت اذني. ما انا فيوز قلبي هيضرب. طب اخلع بقى قبل ما طلبه يجي وتبقى قافل. انا مخنوق قوي يا زينه. طلبه مش عايز يقف جنبي. ما انت اللي خايف. ما كان مديك بضاعه ومروقك. انا حاسه بقى كده ان انت خدت البضاعه وزعتها على البنات بتوع الجامعه، صح ولا لا؟ انا عارفه عينك زايخ كده يا زينه. وكتاب الله انا اكذب على الدنيا دي كلها واجي عندك انتي ما قلتش غير الحقيقه. يعني مفيش واحده كده ولا كده من بنات الجامعه شغلت قلبك؟ هما البنات اللي هناك احلى مني يا طلعتي. حب عليك يا زينه، ده انت احلى واحده في عيوني. يا عسل العسل حبيبي يا طلعت. زينه ايه اللي بيحصل في غياب يا زينه؟ ده الواد طلعت الكهرباء. ما انا عارف انه زفت طلعت الكهربائي. ايه اللي طلعه هنا؟ انت يا ايه اللي خلاك طلعت السلم ده برجليك؟ مش انا بحذرك 100 مره؟ مش قايل لك ما تطلعش هنا؟ ولا عايزني اكسر لك دماغك؟ ما تنطق واكتب اللي انا اقول الحقيقه. جيت اغسل الفيشه ضربت فبعت البت نوسه تجيب لي حد كهربائي فبعتت لي طلعت.
وبعدين ايه اللي حصل يا اخويا؟ ما احنا واقفين قدامك على السلم وانت شايفني يعني مضيفاه جوه في الانتريه. بس يا بنت اخرصي خلاص يلا غور من هنا ما اشوفش وشك هنا تاني سامع؟ يلا يا حبيبي يلا وانت خش جوه خش قدامي ماشي. بكره تعرف ان محدش بيحبك قدي ومحدش معجب بيك قدي. ايه ايه مش عليها ايه؟ يلا يلا توقف. وقف هنا يا عبد الجبار. لو ابوش سأل علي كله جاي وراك. حاضر يا خالد بيه. سلام سلام. هات هاي يا خالد. كم كان؟ برضه عرض جوام يا صاحبي. سلاح المزلوجين جوي. والنكسب من كام؟ من ستة. العب يا بغرة. شوف الله هات هاي. مبروك يا فتحين. الله يبارك فيك يا خال. ها يلعب ماتش تاني؟ لا كفا عليكم كده. روح الحق وقطر الساعة 6 وانتوا شايلين الستة. ايوه هيعيطوا هيموت هيقلد الكتكوت. بقول لك يا فتحي شكل كده زين زين ما بينش اللي كنت بلعب كرة زي الفل. تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا ده احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عمتو؟ عشان كنا يد واحدة قلبنا على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب. شوف يا اخي شوف انا وانت اصحاب من قد ايه؟ ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل. لكن ابوك ابوي اعوذ بالله يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض. وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطين عيشت اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي. سلام. سلام يا صاحبي. خالد وما جاب سيدي العارفه وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقى تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كوره مع العيال اللي زيك اول ما تعود من السفر؟ مين انا؟ ايه انت؟ اوعى تنكر. يعني بعرف دبه النمله في البلد دي. طبعا ما انت كبيرها يا ابوي. اسمع يا خالد، دي اخر مره تسيبنا وتروح تقعد مع اصحابك. امرك يا ابوي. ومن الليله دي انت معايا في كل مكان لحد اخر يوم في الانتخابات. عايز احس انك في كتفي، انك دراع اليمين. ايه امال؟ عايز احس ان انا خلفت راجل مش عيل صغير. امرك يا ابوي. وفتحي والد منير القاضي لا تشوفه ولا تحدثه تاني، مفهوم؟ لا 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 اه يا قلبي المجروح. مالك يا عم ماجد؟ ايه الشعر اللي انت كاتبه ده؟ وبعدين مطلب الاوضه على نفسك ليه ومربي لي دقنك كده وعايشت في جو كآبه يا ابني؟ مالك بقى واحدة تعمل معاك كده؟ مش هي واحدة، أنا بتاعتي أنا، كانت كل حاجة ليا، كانت حياتي يا أخي. حبيب قلبي يا ابني اخرج بقى من برنامج حياتي ده، بلاش بقى تعامل لي فيها حاسس بخنقة وحاسس لي بضيقة وضيق تنفس ومغص وحموض. إيه يا ابني الشغل ده؟ ما تقوم ننزل. ننزل نعمل إيه بس؟ وقعد لي نفس يا عم. قوم ننزل نخرج من الجو المؤلم ده. تبير بس انا هشر عايش غير دي. لا 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 طب ما انا كمان. طب ده انا اللي جايلك في الموضوع ده اصلا. اوبا وماله؟ ماشي هاخد بقى سجارتين عشان ايه طلع. بس انا رايي بقى يا عم ماجد اكتب اكتب على قد ما تقدر حزين
شرايينك بقى يا معلم. حبيب سواف فل يا عمو. فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ ايه؟ فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ لا ما تقلقش اصبر على رزق. هما جايين دلوقتي. جايين؟ أول مرة أشوف الزبون يجي قبل البضاعة يا عم لؤي. هما شغالين هنا؟ هي شغالة هنا أه بس ما أعرفش اتأخرت ليه؟ إيه إيه؟ اتأخرت؟ هي الصالة هتبقى على واحدة بس؟ يا سيدي استنى. أديني مستني. بيت سوسو وزوزو اتأخروا ليه؟ مستر مفتوح مستعجلهم بنفسه. طيب ماشي. اتأخرت ليه يا زفت انت وهي؟ ما لقيناش ميكروباصات. ميكروباص يا بيئة انضافي بقى. اجري نجار الشكلوات بتاعك ماله؟ شوفي 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 شغلك. ايه حبيب شعلان شعلان صاحبي وصديقي واخويا. مصر طول عمرها ولا عندك زوزو؟ دي زوزو تبع انا. مش قلنا زوزو من زوزو ما تفرقش يا ابو العين. وانت مزاجك عامل ايه يا زوزو؟ مفيش احلى من كده. وانت بقى يا قطه بتشتغلي ايه؟ مهندس. اموت انا في الهندسه. مال متضايق شويه. بقولك ايه، ما تيجي نغير المكان ده؟ تيجي نروح الفيلا عند شعلان؟ يلا. بقول لكم ايه شعلان، تعال نروح الفيلا عندك. يلا. بقول لك يا خال، مش ناوي تحول لجامعه اسيوط السنه دي؟ لا. وابوك مش هخليك تحول؟ انا فهمت انه عشان احول لازم انجح، وانا بسقط هديلي سنتين. واه، هو ما يعرفش الحكايه دي؟ هيعرف منين؟ هو فضيلي كفايه عليه الانتخابات والمره الطافح اللي هو فيه. وانت ايه اللي جابرك على كل ده؟ ما تحول لجامعه اسيوط. يا والد ابويا ده احنا مع بعض من واحنا صغيرين، ده حتى الثانويه العامه نجحنا مع بعض وسقطنا مع بعض. يا ده انا حابب مصر، عايز اعيش في مصر. يا سلام على بنات مصر ونسوين مصر. يا ده انا كاتب في الرغبات تجاره القاهره انتساب، وما كتبتش تجاره اسيوط انتظام. ما تيجي انت تعيش معايا؟ لا انا قاعد هنا ورا ارض ابويا. مش ده عمي؟ هو بعد جون قبل لو شفنا مع بعضينا. لسه مشرف سعادتك. شكرا يا ماما. تعال هنا تعال تعال، افتح بقك افتح بقك افتح بقك. ايه الريحه دي؟ انت شارب حاجه؟ انا شارب دوم. تعال هنا يا عديم الاحساس يا قليل الربايه. مش كفايه اللي احنا فيه، كمان جاي سكران وبتتطوح. مين قال يا ماما ان انا بتطوح؟ حضرتك اللي مش واقفه مظبوط يا ابني. مش حاسس، مش حاسس باللي احنا فيه، مش حاسس. ما بتفكرش غير في نفسك وبس. طب ما انت كمان يا ماما مش بتفكري غير في نفسك وبس. يبقى خلاص واحد واحد متعادلين. بابي كمان مش بيفكر غير في نفسه وبس. يبقى واحد 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 برضه متعادلين. قصدك ايه؟ تعالى 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 تعالى. قصدك ايه؟ ها؟ قصدي يا مامي ان انا فاهمك كويس وعارف انت ناوي على ايه. انت عايزه تخلعي بابي بس بالطريقة. أنا سمعتك وأنت بتكلمي طنط حشمت وقلت لها كده في التليفون صح؟ كمان بتتجسس عليا. شوف يا مامي أنا فاهمك كويس يا مامي. بابي خلاص ما بقاش معاه فلوس، واللي معاهوش فلوس ما يلزموش. اخرس يا قليل الأدب، غور من وشي غور من وشي السعادة غور.